ينضم إلينا من القاهرة المتحدث باسم وزارة الري المصرية السيد محمد الإسباعي. أهلا بك معنا سيد محمد على سكاي نيوز عربية. طبعا جلسة اليوم هي يعني من أجل بحث الإجراءات من أجل إعادة التفاوض في المرحلة المقبلة، ولكن كيف تنظر مصر اليوم إلى النية، نية إثيوبيا، وتحديدا من بعد ما تدخل الرئيس الأمريكي خلال الاتصال الهاتفي الأخير مع أديس أبابا؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اسمحي لي ان انا اوضح على النيه المصريه في المقام الاول، اللي هي دائما وابدا كانت وما زالت مستعده للتفاوض بجديه لانجاح هذه المحادثات من اجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن ونقدر نقول مستدام ان شاء الله يحقق مصالح الدول الثلاث. كنا وما زلنا نمد الايادي لكافه الدعوات ونلبيها المتعلقه بالعوده لمائده المفاوضات من اجل التوافق والتفاوض حول يعني بعض النقاط الخلافيه اللي نقدر ان شاء الله نوصل او نتوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضه الاثيوبي. بالامس تلقينا دعوه من دوله جنوب افريقيا بوصفها رئيس الاتحاد الافريقي الحالي بالعوده لمائده المفاوضات، وسيتم عقد جلسه اليوم يعني بممثلي وحضور ممثلي وزراء الري والخارجيه للدول الثلاثه عبر الفيديو كونفرنس. طيب سيد محمد، البعض يرى بانه اليوم الرئيس الامريكي وقع على الخط الاحمر الذي رسمته مصر خلال الفتره الماضيه، وكميه يعني المرونه والتنازلات التي قدمت ان كان من الجانب المصري والسوداني من اجل فعليا كما تحدثت حضرتك اثبات هذه حسن النيه والتوصل الى اتفاق. طيب اليوم باعتقادك بعد هذا التطور ما مدى جديه اثيوبيا، ومن يضمن فعليا ان تلتزم بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه في المرحلة المقبلة مع هذا التغير؟ نقدر نقول يا فندم ان احنا ملتزمين مع الجانب الاتحاد الافريقي، هو راعي المفاوضات، فبالتالي كافه الاطراف ملتزمه معه في المقام الاول، وعلى هذا الاساس تم تلبيه الدعوه وايادينا ممدوده للتفاوض ونقدر نقول للتعاون كنا وما زلنا، وهذا يدل على وجود اراده سياسيه حقيقه لدينا للوصول لاتفاق، ونتمنى ان الاراده دي تتوافى لدى كافه الاطراف. اما بخصوص النقاط الاخرى المتعلقه ان كان هناك ضغوط اخرى او غيره، نحن نتعامل مع يعني تصريحات واضحه جدا من كافه مؤسسات الدوله المصريه اللي هي تدعو للتوافق وتدعو للتعاون وتدعو دائما وابدا للسلام، وليس هناك اي مجال اخر، ونرى ان مسار المفاوضات بالفعل هو طويل وشاق ومستمر، ونتمنى ان شاء الله يفرز في النهايه على يعني توافق يحقق مصلحه الشعوب الثلاثه. طيب سيد محمد، في كل مره كان يتم التوصل او تحقيق لنقل اختراق في جدار هذه الازمه تعود الأمور إلى الوراء، وليس فقط على المستويات المستوى الفني والقانوني في هذا الملف، وإنما بالنسبة لمسألة التوقيع على اتفاق ملزم بالنسبة لإثيوبيا. هل يمكن القول أن اليوم الظروف تغيرت؟ بالتأكيد الظروف دائما أبدا تتغير إذا كانت هناك مرونة من الأطراف المتفاوضة، هناك رعاة أو نقول مراقبين لهذه العملية التفاوضية وتم ذكرهم ووجودهم، هناك أطراف كل يبحث بقدر الإمكان أن هو يصل إلى أكبر قدر من المصالح يريد أن يحققها من عملية تفاوضية ولديه أجندته الخاصة، أقصد هنا الثلاث دول مصر والسودان وإثيوبيا، هناك طبعا رعاة زي دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لهذه العملية التفاوضية، لدينا قدر كبير من المرونة للوصول لتوافق، وبالتالي نتمنى يكون عند الأطراف الأخرى. النهارده بعد الجلسة التفاوضية الأولى يعني إن شاء الله نقدر نقول اللي هي جلسة الإجرائية أو التحضيرية لهذه العملية التفاوضية الجديدة، نتمنى إن شاء الله نوضع أسس تكون مختلفة ونتوافق حولها علشان نقدر إن شاء الله خلال الأيام الجاية إن احنا نخرج بنتيجة تلبي كل الطموحات للشعوب الثلاثة. شكرا جزيلا للسيد محمد الإسباعي المتحدث باسم وزارة الري المصرية على هذه المداخلة الهاتفية من القاهرة.